احنا عندنا الفوسفات تمام، عندنا كل الصناعات صناعه الاسمنت، صناعه الحديد، صناعه المنجنيز، واللي بدا فعلا الفوسفات، المجمع فوسفات وخط السكه الحديد اللي رجع ده امر سياده الرئيس، ومعالي رئيس الوزراء لسه موقع الاتفاقيه بتاعته، حاضر توقيعها بتاعه ب 7 مليار جنيه لاعاده تاهيل خط فوسفات ابو طرطور من ابو طرطور لغايه سفاجه عشان تصدير منتجات مصنع الفوسفات اللي استثماراته اكتر من 15 مليار جنيه. طب الفرص الاستثماريه للقطاع الخاص في الزراعه وفي الصناعه وفي السياحه وفي كل الفرص متاحه، وفي عوامل جذب للوادي الجديد في قانون الاستثمار الجديد ان شاء الله.